هذا وقد توجه مجموعة من المتظاهرين نحو حرم جامعة البحرين بمنطقة الصخير، واقتحموا عنوة البوابة الرئيسية وعملوا على إثارة الرعب والشغب بين صفوف الطلبة والهيئة التعليمية. وقد تصاعدت حدة المواجهات بين المتظاهرين ومجموعات من الطلبة داخل الحرم الجامعي، مما استدعى تدخل رجال الأمن من أجل حفظ النظام. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عطف على من يصارع السقم، ولنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم. نقضي ساعة طوالي نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، إن سئمنا لا نبالي بل نسير للأمل، إن قمة الجبال تستحقنا جرى. سوف نبقى هنا